مفكره نفسك داخله حمام بيتكو؟ ما انها حفصه سودا ويوم اسود. قومي يا حبيبتي مين؟ قومي. تعالي يا اختي. تعالي. انت مين يا اختي انت كمان؟ تعالي. انت عايزه ترتاحي ولا تتعبي؟ عايزه ارتاح. اطمني يا اختي من الاخر كده انا شوافه. تمام. 200 جنيه خلطوشه سجاير. بصي هم اخدوا مني كل حاجه بره بس ما تقلقيش انا هظبطك بكره الصبح لما يقولي في الزياره. بس انا دلوقتي محتاجه اعمل تليفون ضروري. ملاقيش حد هنا معاه تليفون؟ لا في طبعا بس الرقم اللي انت هتكلميه يشحن الرصيد ب100. ما تقلقيش. تمام. انت يا بنت قفلي على النضاره وانت يا بنت يا مزغوده اطلعي سيب التليفون. هو مفيش حد غيري هنا يجيب العده دي الا لي؟ بطلي يا ماضي يلا. يوه شيليني يا وليه انتوا حاسبه عليا تزعقين. رصيد ها؟ أنا في الحجز يا فرح. في حد قدم فيها بلاغ. كلمي مروان ضروري عشان يلحقني. خلاص اهدي بقى. أنا كلمت مروان أخويا وهو هيتصرف. ماشي ماشي. أه صحيح. اشحني النمرة دي ب200 جنيه. اسمعي اللي بقولك عليه اشحنيها ب200 جنيه. ماشي يا شيرين. حاضر. ماشي. اتبسطي. شحنتلك ب200 بدل 100. حبيبتي قربي. بقول لك ايه؟ ملهاش معاكي فيزا؟ نعم. ايه؟ لا يا اختي احنا هنا في الحاجات الخفافي قوي. ايه ده؟ طب مفيش حتى سجارة؟ اديها يا اختي سجارة، اديها سجارة. متشكرة. هنا ليك يا اختي. دول ليه؟ مش مصدقة إن أنا هخرج من المكان ده.